الأحبة في الله، المولى سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، وأيضا كتب الرحمة واليسر والجود على كل شيء، فما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا والمولى جل وعلا قد أحسن إليه. ومن جملة إحسان المولى جل وعلا على عبده أنه سخر له المخلوقات التي لم يستطع أن يسخرها بقوته، فالفيل مثلا على ضخامته سخره المولى جل وعلا لهذا العبد الضعيف، كذلك أيضا لم يستطع العبد الضعيف أن يسخر البعوضة التي لا تعدل عند الله شيئا، فسبحان القادر في ملكه. من هنا يقول رب العزة جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول أيضا جل شأنه عندما أمر هارون وموسى عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عندما ننظر إلى الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لكم ادفع بالتي هي أحسن، أن تحسن لغيرك، أن تتيسر معهم في الأمور، أن تعلم بأن الله جل وعلا يحب اليسر في الأمر كله، يحب في عباده أن يكونوا أحباء، أن يرفع الغل والحقد من قلب العبد، هذه منة لا توازيها منة. إن ربنا ينظف قلبك، إن ربنا ينظف صدرك، إن ربنا يرفع الغل والحقد من قلبك، على الدنيا العفو خلاص، ربنا سبحانه وتعالى هيرفع دول ويملأ القلب بالإيمان والمودة والمحبة للآخرين. هنا يحبك المولى جل وعلا، من حب الآخرين لك يحبك رب العزة جل وعلا. لذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يسروا كل الأمور على إخوانكم، لا تعسر عليه شيء، يعني زي ما احنا بنقول بالبلد خدوا الأمور ببساطة مع بعض، خلوا الأمور بينكم وبين بعض مليئة باليسر بالمحبة بالود، عاملوا بعضيكم بما يليق بأن اللي قدامك ده إنسان. يسر على أخوك الأمر، ما تلقاش أخوك في أمر صعب وتزود عليه تاني، ما تلقوش في مشقة وتزود المشقة تاني، ما تلقوش واقف في طابور طويل عريض وانت تيجي قدامه وتقف، ما ينفعش يا أخوانا. ما تلاقيش أخوك محتاج لأمر معين وانت تاخده منه. يسروا ولا تعسروا، حتى بين الرجل ومراته يبقى فيه يسر، في حب، في مودة، في رحمة. ربنا سبحانه وتعالى جعل بينكم مودة ورحمة، بينك وبين الناس خلي فيه يسر في المعاملات كلها، في التجارة، في الزراعة، في أي شيء. يسر على أخوك الأمر، ما تشدش عليه خالص، لا يسرها له. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة والسيدة عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، ما لم يكن إثما، فإن كان فيه إثم كان أبعد الناس عنه. سبحان الله العظيم. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفس في شيء قط إلا أن تنتهك حرمات الله فكان ينتقم لله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما خيرش بين أمرين إلا اختار الأمر السهل، لأن الأمر السهل ده يبقى سهل عليك وعلى غيرك، إنما لما تاخد الأمور كلها كده بتشدد
إياكم والمغالاة في الدين، فإنما أهلك الأمم السابقة المغالاة في الدين. احنا بنغالف كل شيء النهاردة، مش في الدين بس، احنا بنغالف كل شيء، كل حاجة بناخد الحاجة الصعبة ونسيب السهلة. يبقى هنروح المكان الفلاني، لا بلاش من ده، ونروح التاني عشان التاني فيه فلوس اكتر، عشان التاني فيه الدنيا اكتر، عشان التاني، وروح المكان اللي هو عاوز يموت فيه، يروح المكان اللي اختاره اللي فيه العسر ده علشان يبتلى بالامراض. طب ما ربنا اداك الهين اللين السهل، ربنا قال لك خد القليل يكفيك، خد ما يصلح حالك. دايما باصص لفوق، دايما باصص للي اعلى منك، دايما باصص انك يكون عندك بيت واتنين وعماره واتنين وعربيه واتنين على طول. طب خد السهل، انت طول عمرك ما هتخلص اللي معاك، طول عمرك لو قعدت تصرف اللي معاك مش هتخلصه. خلاص متع نفسك ومتع دنيتك ومتع مراتك وولادك، عيش في الدنيا بقى، عيش الايام اللي بقى دي في متعة يا اخي. هتفضل تحرم في نفسك لمين؟ للي هيجي بكرة وبعد ويهلك الفلوس دي وانت تتحاسب عنها؟ للي بكرة وبعد يركب عربيتك دي حتى مش هيقول الله يرحمك يا ابويا؟ تعب نفسك ليه؟ يا عم عيش وكل واشرب واعبد ربنا وعيش في حياة طيبة، حياة حلوة، اتكسي والبس، يعني خلي عيش يا اخي. هتعمل زي الناس التانية يفضل يكنز 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 وفي الاخر يموت ما يستفادش، يعيش معفن ويموت مش هيلاقي حتى الكفن؟ لا، احنا افضل من كده بكتير. الانسان اللي عارف ربنا، ربنا سبحانه وتعالى ما حرموش من طيبات الدنيا، طب يحرم نفسه ليه؟ يبقى ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن فيه اثم. ان كان فيه ذنب او فيه اثم او فيه معصيه كان ابعد الناس عنه، كانش بيعمل كده ابدا، وما كان ينتقم لنفسه قط. مهما واحد يعمل فيه ما كانش بينتقم لروحه، ما كانش بيقول لازم اقطع رقبته، لازم ادخله السجن، زي ما عمل هعمل فيه. لا، انتهكت حرمات الله وهناك معصية لله ظاهرة كان يقف لها بالمرصاد. ادرأوا الحدود عن المسلمين. والله يا أخي سبحان الله، لما الواحد بيقرأ الأحاديث دي هي بيلاقي فيها النجاح الكلية. ادرأوا الحدود عن المسلمين، فإذا وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فإن للإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، وما عفى الرجل عن أمر إلا زاده الله به عزة. شوف سبحان الله يا أخي، شوف حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ادرأوا الحدود عن المسلمين، حد الزنا، حد القتل، حد السرقة، أي حد، أي شيء للإنسان هيصاب من وراه بشيء، بيقولوا ادرأوا الحدود عن المسلمين. واحدة واحدة عليكم، واحدة واحدة على إخوانكم، شوفوا إيه الأسباب اللي خلته عمل كده، إيه اللي خلى الإنسان ده سرق، إيه اللي خلاه ارتكب المعصية دي، إيه اللي خلاه عمل كده. الحاجة ليها، الحاجة للشيء ده ولا ايه؟ كان محروم منه وغيره معاه وما رضيش يديه. ادرأوا الحدود عن المسلمين. ده سيدنا عمر بن الخطاب في عام المجاعة والرمادة اللي ما كانوش لاقين ياكلوا ويشربوا فيه، كان اللي بيسرق عشان ياكل كان بيسيبه، مش بيسرق عشان بياخد 200 300 ألف ولا نص مليون، رئيس مصلحة كذا ولا رئيس كذا ولا ما عرفش ايه كذا، ويبقى بياخد بالملايين وبالالفات ويسرق. لا، ده انت بتسرق مال عام، انت بتسرق 105 مليون،
مش بتسرق واحد ولا اتنين ولا مصلحتك بس، ده انت بتسرق، ده انت هتتحاسب على 105 مليون سرقته، ده يتقطع رقبته. ما هو كده، ادرأوا الحدود عن المسلمين. فإذا وجدتم، إذا لقيتوا أي منفس ولو منفس إبرة فخلوا سبيله. أفضل شيء للقاضي لو أخطأ في العفو، زي بعض ممكن نعيد المحاكمة مرة واثنين، إنما لو أخطأ في العقوبة ممكن العقوبة دي هي يكون أخطأ فيها تاخد بروح إنسان، تموت إنسان، تقتل إنسان. يبقى خير له أن يخطئ في العفو أفضل من أن يخطئ في العقوبة. يا أخوانا إياك تعاقب إنسان على شيء كان أحوج الناس ليه وعمله. ربنا أداك السلطة وأداك دواء وأداك دواء، عاملهم بما يرضي الله ورسوله، علشان مش أنت وحديك اللي هتبقى كده، ممكن يجي عليك اليوم اللي ربنا يرزقك باللي يعفو عنك، ممكن يجي عليك اليوم اللي تحتاج لكلمة واحدة تنجيك من الموت، كلمة واحدة تنجيك من المشنقة، كلمة واحدة تدخلك الجنة. اعفو عن الناس النهاردة، سامحهم، عاملهم بالحسنى اللي ربنا اداله درجة ولا رتبة ولا اداله مكانة في الدنيا، يحسن للناس عشان بكرة وبعده وبعد ملايين السنين الناس تحسن لأولاد أولاد أولاده. الخير فيه وفي أمتي ليوم القيامة، هيفضل الخير فيك وفي أولاد أولادك لمئة ألف جيل طالع. الناس هتحب أولادك بحب الواحد مات من 200-300 سنة، ربنا رحم أولاد أو أحفاده بسببه هو. ما هو ده الباقيات الصالحات، ده اللي باقي العفو. ادرأوا عن المسلمين الحدود بجد على قدر الاستطاعة. غير المسلم ليه عليك حدود، احسن ليه برضه زي ما بتحسن لإخوانك المسلمين، هتحسن لغير المسلمين، لأن الإسلام اللي أمرك بكده إنك تعود إذا مرض، إنك تتبع جنازته إذا مات، أن تعامله بالحسنى في حياته، ليه عليك حقوق. أوعى تفكر إن المسلم بس اللي تخلص ليه وتحبه، لا، اليهودي أو المسيحي مكتوب عليك كده عند ربنا إنك تحبه برضه، إنك تخلص له. النبي عليه الصلاة والسلام مش زار اليهودي، زار اليهودي وقعد معاه وكلمه وخلاه دخل في الإسلام بسبب كده. لما مرض الرجل اليهودي والطفل اليهودي اللي أسلم ودخل الجنة بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لقد أعتقه الله بسببك، لما قال له قل لا إله إلا الله يا ابني، أبوه قال له أطع أبا القاسم، لما قالها الود ومات دخل الجنة. اليهودي اللي كان بيضع القذرات على باب النبي عليه الصلاة والسلام ولما امتنع 3 أيام راح زاره. النصارى وفد نجران لما جم من اليمن، المسيحيين لما جم من اليمن وحضرتهم الصلاة وكانوا في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم ايه؟ قال لهم صلوا في الجامع، صلوا في المسجد، وصلوا المسيحيين صلوا في مسجد النبوي. يا اخوانا سماحة الإسلام، احنا بنتكلم عن الإحسان وعن السماحة النهاردة. السماحة دي عقيدة في قلب الإنسان، السماحة اللي ربنا وضعها في قلبك دي رحمة ليك ولغيرك. ينادي المولى جل وعلا يوم القيامة ويقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين. قال لقد مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو طعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني،
قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه فلو سقيته لوجدت ذلك عندي. يوم القيامة ربنا هينادى على الكل، ربنا هيخاطب الكل. اوعى تفكر هيخاطب المسلمين بس ولا المسيحيين ولا اليهود ولا الملل التانية، لا ده هيخاطب العالم كله منذ بدء الخليقة إلى نهايتها. ما احنا عايزين نفهم كويس، نفهم الأحاديث علشان خاطر نعيش في معية ربنا، عشان الواحد فينا ما يبصش للتاني نظرة يحقر أخوه سواء كان مسلم غير مسلم، ما ينفعش تحقر الإنسان. وربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. سواء كان مسلم سواء كان مسيحي، أهل كتاب أهل ذمة، من أخذ منه شيء أو ظلمه في شيء أو انتقص من مكانته في شيء أو كلفه بشيء لا يطيقه، هيبقى مين اللي واقف قدامك يحاجك ويخصمك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل بقى، من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها أو رائحتها لعلى مسيرة 40 عاما. شفت يا أخوانا، الإسلام دين محبة، دين مودة، دين إحسان، دين حب، دين مليء بكل شيء على وجه الأرض، مليء بيملى الأرض عدل. ربنا لما ينادي يوم القيامة ويقول مرضت فلم تعدني، ذكر مسلم ولا غير مسلم؟ أبدا، ده الناس كلها. شوف يا أخي حلاوة الدين وحلاوة الإسلام وحلاوة النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا اللي بيقول لك كده مرضت فلم تعدني، قالها على المسلمين، قال الكل. يبقى لما واحد غير مسلم يجي له مرض زوره، تلاقيه محتاج لمؤونة اديله، محتاج للبس اديله يا أخي، محتاج لشوية مية اسقيه اديله، مسلم أو غير مسلم. هو ده، هو على عهد سيدنا عثمان بن عفان وعلى عهد الصحابة وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا علي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والأولياء كلهم، ما كانش في مسيحيين على وجه الأرض، ما كانوا موجودين وبيعملوا أعياد وبيعملوا كل شيء وبيدقوا أجراس الكنائس بتاعتهم. يا سيدي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يا سيدي لكم دينكم ولي دين، انت مش مسؤول عنه لما روح النار ولا روح الجنة، انت مش بإيدك انت الجنة وإيدك النار، انت عيش لنفسك، اتجي ربنا في نفسك في عيالك في بلدك في جيشك في شرطتك في رئيسك في حكومتك، اتجي ربنا في الناس اللي حواليك في جيرانك، اتجي ربنا في غير المسلمين. هو ده المسلم. يبقى من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، يوشك الله أن يأخذه. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك مرضت فلم تعدني، ده انت لما تزور المريض زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يعود. فقال وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال ثمار الجنة، فإذا جلس لو قعد عاش في خرفة الجنة. يعني لما تزور مريض فأنت في رحمة الله إلى أن تصل إلى المريض، إن قعدت عند المريض شوية يبقى أنت قاعد في الجنة. يعني لو انتقلت لرحمة الله في الوقت ده هتروح على الجنة على طول، هتبعث على ما مت عليه، مت وانت فين؟ في الجنة. مين النهاردة بيدور
سيدنا سعد بن قيس بن سعد بن عبادة لما جاله شوية مرض لقى الناس ما بتزوروش. ليه الناس ما بتزورنيش ليه؟ قالوا له لك عندهم أموال فاستحيوا أن يأتوا إليك. أنت مدين الناس كتيرة خالص وليك عندهم فلوس. الناس دي ما بتجيلكش عشان أنت مستحيين منك ومكسوفين أن هم يجولك فما فيش حد راضي يجي. ما الواحد يقول لك أنا مش هقدر أزوره، ما معيش فلوس أديها له. ما أقدرش أجيب 2 كيلو عنب وأروح له. ما أقدرش مش عارف إيه ده ليه عندي فلوس. ونطلع بأعذار نضيع الثواب على نفسنا ونضيع الثواب على المريض. فنادى مناد، قال واحد يقف يا خان امشوا في البلد كلها ونادوا وقولوا من كان عنده دين لقيس بن سعد بن عبادة فهو في حل من هذا الدين. يا سلام، اللي لي عنده فلوس انا سمحته مش عايزها منه. فتكسرت عتبة بابه من الزيارات قبل ان يأتي المساء. كل الناس راحت تزوره، العتبة بتاعت البيت اتكسرت من كتر الناس اللي راحت تزوره. مش عايزين نكلف نفسنا ما لا نطيق. واحد مريض هو طلب منك لازم تروح تديله فلوس ولا تديله تاخد 2 كيلو برتقال ولا تاخد ما اعرفش ايه. ده لو عدته لوجدتني عنده. يا اخوانا خدوا جوهر الاسلام، ما تغزوش القشور وتسيبوا الاسلام، ما تمنعوش الرحمات عن نفسكم بسبب الدنيا. الحديث ده انا لقيت الحديث ده يعني شق صدري بطريقه، خلى صدري منشرح بطريقه لا يعلمها الا الله. بس انا مش هقدر اكمل شرح الحديث عشان الخطبه فيها حاجات كتير. يبقى لو زرت لو عدته لوجدتني عنده. فلان طلب منك تاكل لقمه، عاوز ياكل، محتاج لحاجه، محتاج ياكل يبني نفسه وعياله. ياما فقراء موجودين وسطينا، ياما عالى على الناس، ياما ناس محتاجه انك تبص لها. ده انت النهارده بتبقى متغطي ببطانيه واثنين وثلاثه، واقسم بالله العظيم رحت لواحد فقير مريض بزوره لقيته متغطي ببطانيه، والله ما ترضى تحطها تحت رجليك تدوس عليها. يقول لي يا اخي ده الجو برد يا اخي. يقول والله يا مولانا ما حاسس ببرد. شفتوا بقى يا اخوانا، اقسم بالله العظيم البطانيه اللي متغطي بيها ما ترضى تحطها تحت رجلك وتدوس عليها. حته قماشه بطانيه من بتاع الزمان اللي كنا بنجيبها ب 20 جنيه و25 جنيه زمان. الحاج ممدوح كان بيجيبها لنا زمان، بطاطين بتاع الزمان. ها انت النهارده بتتغطى ببطانيه 9 كيلو و12 كيلو ما اعرفش شو. ده الدنيا برد، الدنيا ما اعرفش ايه. والفقير بص له، بص له لعل وعسى ربنا ينعم عليك يوم القيامه بانه يدفيك في الجنه، بانه ينيمك على سرير في الجنه زي ما نيمته على سرير، زي انسان وسط قاعد. انا معايا ناس قاعده في المسجد هنا متبنيه في يتامى، يتامى بتديها. معانا دكاتره وسطيكوا هن بتروح للكشوفات ببلاش، بيكشفوا على الناس ما بياخدوش فلوس، بل ممكن يدوم ثمن العلاج. والامثله وسطيكوا كتيره، ومعانا رتب ضباط قاعده وسطيكم بتدي ناس ومعامله شهريه الناس. انا استحن ان اذكر اسماء لانه معروفين مع بعضنا كلنا. معروفين، ما اقدرش اقول الحاج ممدوح او الدكتور محمد علي موسى او سياده الرائد محمد اسماعيل او سياده الرائد احمد سياده المقدم او العميد احمد الدكروري، ناس كتيره خالص. هذكر مين ولا مين ولا مين؟ كنت بتعامل مع راجل محمد صادق بيه كان ماسك الامن الدوله عندنا هنا، ايده كانت ما شاء الله. محمد سيادتي اللي هو محمد فريد فوده ومحمد فريد حسنين، هذكر لو ذكرت لكم اسماء بتاعه لواءات ومديرين امن، كانوا ناس ايديهم مع الفقراء ما لهاش حدود. منهم من انتقل الى رحمه الله ومنهم من الى الان. طب ليه كل واحد فينا ماسك على روحه ليه؟ شوفوا الفقراء النهارده، وكلوهم وشربوهم وكسوهم. الله في السر وانتم موقنون بالجرح.
الحمد لله رب العالمين. عايز أقول لكم ربنا سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الخير، ومن ضمن الخير اللي ربنا ادهولنا أنه ضرب المثل في أول القرآن بالبعوضة، وفي آخر القرآن ضرب المثل بالفيل. شفت القرآن وعظمة القرآن؟ أول القرآن يضرب مثل ببعوضة، بعوضة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، مش بعوضة، جناح بعوضة، ما سقى منها كافر شربة ماء. تخيل بقى الكلام ده، ها؟ وشوف ربنا يضرب في أول القرآن مثل بالبعوضة، وفي آخر القرآن يضرب مثل بالفيل. شوفوا حكمة القرآن وبلاغة القرآن. البعوضة دي إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بعوضة ناموسة بتحمل، ربنا سبحانه وتعالى قال لكم خدوا شيء طيب من عندي. البعوضة اللي انتم مستهترين بيها دي، البعوضة اللي انتم مش حاطينها في دماغكم دي، بيشد الانتباه علشان دي مؤذية. بيقول لكم خلي بالكم، اليهود وقفوا وقالوا ازاي ربنا يضرب الامثال بالعنكبوت والفيل؟ ربنا قال لهم لا، انا لا استحي ان يضرب مثل ببعوضة اقل من العنكبوت واقل من النمل. يعني النمل، الذباب، العنكبوت، النحل، النمل، الجراد، القمل، دول السبع حشرات اللي ربنا ذكرهم في القرآن. انتوا بتقولوا ان ربنا بيضرب ده انا هضرب لكم مثل كمان بالبعوضة، وربنا سماها بعوضة بجبهة انثى وما جبهة ذكر. ما كان ممكن يقول لك بالبعوض، لا، ده ذكر بعوضة يعني الانثى بتاعت البعوض. البعوض ده اللي بينقل الامراض. تخيلوا ان قرابة 2 مليون من العالم بيموت سنويا بسبب البعوض. شوف رحمة ربنا بالإنسان. البعوضة الأنثى هي اللي بتحمل الأمراض، إنما الذكر عمره من يوم لعشر أيام وبيموت، كل شغلته التكاثر مع الأنثى، بيأكل أو بيمتص رحيق الأزهار والأمور دي كلها، لكن ما بيجرص، ما بيعضش. ذكر الناموس ما بيجرص خالص، اللي بتجرص وبتزن الأنثى. سبحان الله، ليه أكتر من 3000 نوع من البعوض. يعني عندك الكوليكس، عندك الإتس، الأندر فيلس، دول أخطر أنواع من أنواع البعوض اللي بيجيبوا لك مرض الملاريا والفلاريا اللي هو داء الفيل اللي هو بيورم الرجل ده، وبيجيبوا لك الحمى الصفراء، وبيجيبوا لك حمى النيل والفلاريا، ويجيبوا لك يعني والنيل الأزرق، يعني أكثر من أمراض الفتاكة بسبب البعوض. لذلك ربنا بيقول لكم البعوضة، اعملوا حساب للبعوض. البعوضة دي ربنا سبحانه وتعالى قسمها لثلاث أجزاء: الرأس والصدر والبطن. الرأس دي فيها عينين، فيها 100 عدسة، يعني كأن فيها 100 عين البعوضة دي الصغيرة اللي انت شايفها قدامك دي. لها 2 قرني استشعار، لها فم، لها 6 قليمات، لما تيجي تعض الإنسان لها خرطوم. الست قليمات دول بيفتحوا الجلد بتاع الإنسان، 4 منهم بيفتحوا الجلد و2 بيتغرسوا جوه الجلد ويشفط الدم. لها 48 سنة البعوضة اللي انت شايفها دي. ليها 3 قلوب، قلب مركزي بياخد الدم وبيضخه، وكل ليها جناحين، كل جناح عليه قلب. البعوضة او الناموسة دي الصوت الطنين اللي بيطلع ده بسبب الجناحين بيضربوا في بعض كده وبتهزهم من 300 ل 600 مرة في الثانية. الطنين اللي بتسمعه ده ويجي عند ودنك ده بتهز الجناحين دول من 300 ل 600 مرة في الثانية الواحدة، وازاي تشوف الصوت بتاعها عالي ويجي عند الودن.
عند الأذن. ليه؟ لأن الناموس بيحب ثاني أكسيد الكربون، بيدور بيطلع منين؟ اللي هو الزفير اللي بتطلعه من الأنف أو الفم، يحب ثاني أكسيد الكربون، يجرى على ثاني أكسيد الكربون في أي مكان، ويجرى على العرق بتاع الإنسان في أي مكان. يبقى أكتر حشرين بيحبوا الناموس العرق وثاني أكسيد الكربون، بيجرى عليهم. الناموسة دي بتمتلك جهاز رادار مش موجود في أي طيارة على وجه الأرض، من 64 كيلو بتشم النفس وبتشم ريحة الإنسان، تعض الإنسان، الحيوان، الطائر، أي شيء بتعضه. عندها جهاز تحليل الدم، قبل ما تجرس إنسان بتشوف الدم ينفع معاها ولا لا. سبحان الله العظيم، لقيت الدم ده ملائم ليها تاخد الدم، لقيته مش ملائم تسيبه زي ما هو. الناموسة دي هي لما بتيجي على جلد إنسان، أكتر فصيلة دم بتحبها الناموسة أو، سبحان الله العظيم، بتحب فصيلة الدم أو دي، يعني الإنسان الدم أو ده بيحافظ على نفسه من الناموس، سبحان الله. لما تيجي تعض إنسان عندها جهاز مخدر بتفرز مادة من اللعاب، المادة دي بتخدر الجلد وتشوف المكان اللي فيه دم كتير، وأربع قليمات بيفتحوا المكان، والاتنين التانيين بتنزل الخرطوم بتاعها جوه الجلد وجوه الاسم لحد ما يوصل للعرق أو الدم، وتبدأ تسحب منه الدم ده. بتاع الإنسان تخين شوية، ما ينفعش ياخده في الأنبوبة الرفيعة دي، ولذلك العالم كله النهاردة بيحاول يصنع خرطوم زي الخرطوم بتاع الناموسة، مش عارفين، لأن الخرطوم بتاعها عبارة عن شيء دقيق جدا ومجوف في النص، بتسحب من خلاله. الفيل في آخر القرآن ليه خرطوم، والبعوضة في أول القرآن ليها خرطوم، ويختلفان اختلاف كل وجزئه. البعوضة الأنثى بس هي اللي بتعض، هي اللي بتنقل الأمراض، لذلك ربنا ذكرها بالأنثى، النثى في القرآن. البعوضة دي ربنا سبحانه وتعالى جعل الأنثى بتعيش من يوم لحد 6 شهور، بتضع البيض بتاعها على الماء. لما بدأنا نلم الضفادع ونبيع الضفادع وبتاع الناموس كتر، لأن الناموس كان غذاء كويس للضفادع والعناكب والحاجات دي. النهارده الناموس كل واحد يقول لك الناموس مش سايبنا يا اخي، ما احنا اللي بدأنا نبوظ في البيئة، فكان غذاء طيب. تيجي الناموسه بتضع اكتر من 100 ل 400 ل 300 بيضه كل 3 ايام، من 100 ل 400 بيضه كل 3 ايام انثى الناموس بتضع من 100 ل 400 بيضه على وجه الماء في البرك والمستنقعات والميه والحد كلها. بعد البيض ما يبقى بيض، بيبقى يرقه. اليرقه دي بتبقى حاجه كده بتسبح في الميه، بتتغذى وبتاع جوه الميه برضه. بعد كده بتبقى عبارة عن زي شيء كده، زي حشرة صغيرة بسيطة خالص. 3 أطوار دول بيبقوا جوا المية. الطور الرابع بتبقى حشرة ذبابة أو حشرة بتطير في الجو. بيبقى بتاخد 4 أطوار عشان توصل لتبقى ناموسة. الناموسة دي هي بيها أجهزة بتحول الفيروسات اللي جواها البكتيريا مضادة. انها بتاخد الدم من الانسان، لو ان البكتيريا اللي جواها لم تتغلب على الفيروسات اللي جوا الصين اللي فيها هي، بتبقى الناموسه دي ضاره. اللي تاخد منه الدم بتنقله العدوى مباشره. يبقى الجهاز اللي جوا الناموسه ده هو اللي بيتحكم في الفيروس، يا اما البكتيريا تقتل الفيروس يا اما الفيروس يتغلب. لو اتغلب الفيروس اللي جواها على البكتيريا بتاعتها، بتبقى الناموسه ضاره اللي بتلسعه، بتديله بقى المرض اللي هو اي مرض من اللي ذكرناه دول. وبسبب البعوض بيموت اكتر من 2 مليون سنويا. ربنا بيضرب المثل بالبعوضة الضعيفة دي. ولو حبينا نطفشها زي ما بيقولوا الناس، ازرع شوية ريحان او نعناع او خشب اللافندر او شجر الفاو، خد الورق بتاعه او ازرعها قدام البيت، شوية نعناع كده في كياس وبتاع، او ازرع ريحان وحطه على الشرف، تتخلص جزء بسيط من الناموس.
يعني أنا عاوز أقول لكم إن ربنا ضرب مثل بالبعوضة لأن البعوضة دي فتاكة. ربنا بيحسن يقول له خلي بالكم خلي بالكم. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم اكتبنا عندك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكفنا شر الأمراض يا رب العالمين، اللهم اكفنا شر من لا نطيق شره يا كريم. اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا وقيادتنا، وحافظ على شعبنا يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. اعتدل يرحمنا ويرحمكم الله. واسأل الله جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.